الانتاج جات في منطقه في السنتر ديال باب دكالة قريبه للمحطه، كيجلسوا فيها الناس اللي بعاد اللي كيجوا من مدن اخرى، لان هي فيها شجر زوين وبارده، ولكن غالب ديال الناس كيخافوا بزاف لان تيكون الشماكري هنا بزاف، تيتناولوا فيها المخدرات، ما معتنينش بها، كاين الوسخ بزاف، كاين اللي كيخاف فعلا، كاين اللي تيجي هنا وتيخاف ما تيقدرش يجلس فيها، سيرتو في العشيه كيكون فيها الشماكريه بزاف. الجناب ديالها مزيانين من داخل ما نقياش، على حسب شي فيسي ولا كذا الاخير ما فيهاش، اللي جا حاشاك تير الماء برا تيبقى دالح تما تيبقى ديك الريحه خاطر. هذه مساله ديال الجرده، هما الجناب ديالها مزيانين ضروري تخاف، او ما تخاف ما يمكنش، ضروري تخاف منه تخاف. لان علاش غادي يكون هو مضروقي ولا كذا، ما يمكنش تعرض ليه انت، ما الواحد عادي يمكن تمشي ليه ما عندك غرض، مي غادي يكون واحد ما يعني سكيري ولا مضروقي ولا كذا ما غاديش، لان اش مكرر غاش مكرر. انا بنت مراكش، وكان وقت ما دزت من هاد الجرده كتشدني الخلعه حين تيكونوا فيها بزاف تاع الشماكير وتنخاف فيها بزاف وما نقياش، تنقى ما تتكونش نقيه وما فيهاش الامان، ما يمكنش تدوزي فيها بالليل. حتى الناس ما واعيينش بزاف، خاصها البلديه تكون بعدا تسقيها وتكون نقيه مزيان وكل شيء خدام بكري مع السبعه ولا ثمانيه، يكون هادشي مشطوب صافي، يكون هادشي نقي مزيان باش نحتفظوا على البيئه ونحتفظوا على بلادنا ونحتفظوا على الاخلاق ديالنا ونحتفظوا على كل شيء، على المدينه جميع الاماكن ماشي غير هنا، جميع ما بيت تجلس ترتاح وتستريح، حيت الا ما كان الاستراحه والراحه راه ما كاين والو، وهادشي اللي عطى الله هو هذا، الانسان خصو ينقي راسه هو الاول. ما تنساش تابونا في لاشين وتأكد بالجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هاد بريس.